القسم الخامس، مضاعفات الكلاميديا غير المعالجة. إذا تركت الكلاميديا دون علاج فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ففي النساء يمكن أن تسبب الكلاميديا غير المعالجة مرض التهاب الحوض والحمل خارج الرحم والعقم. وفي الرجال يمكن أن تؤدي الكلاميديا غير المعالجة إلى التهاب البربخ والتهاب البروستاتا والعقم. كما يمكن أن تزيد الكلاميديا غير المعالجة من خطر الإصابة بعدوى منقولة جنسياً أخرى، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. من الضروري طلب العناية الطبية إذا كنت تشك في إصابتك بالكلاميديا أو تعرضت لها. القسم السادس، كيف تنتشر الكلاميديا؟ تنتشر الكلاميديا بشكل أساسي من خلال الاتصال الجنسي، وهذا يشمل الجماع المهبلي والجماع الشرجي والجنس الفموي. يمكنك الإصابة بالكلاميديا من شريك مصاب حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض. كما يمكن أن تنتقل الكلاميديا من المرأة الحامل إلى طفلها أثناء الولادة. من المهم ملاحظة أنه لا يمكن انتشار الكلاميديا من خلال الاتصال العارض. هذا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بها من مشاركة المراحيض أو العناق أو التقبيل أو مشاركة الطعام أو المشروبات.